أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل سافر بالطائرة يريد العمرة وقد نسي ملابس الإحرام، فلما مر بالميقات عقد النية بملابسه التي عليه، فهل فعله صحيح وما الذي يترتب عليه؟ عقد النية نعم صحيح، عقد النية. وأما الملابس إذا كان ما يقدر، ما عنده ملابس إحرام، فيبقي عليه السروال فقط، يبقي السروال ويطرح شيء على كتفيه يغطي كتفيه، ولا يبقي الثوب، الثوب والمخيط ما يبقي، يبقي السروال فقط، يرخص له إبقاء السروال إلى أن ينزل من الطائرة ويبدل ملابس الإحرام. نعم. وما دام أنه فعل هذا جاهل ولم يخلع الثوب وهو جاهل، ما عليه شيء إن شاء الله. نعم. لكن للمستقبل الإنسان إذا حصل له مثل هذا وأراد الإحرام يخلع الملابس ويبقي السراويل فقط، ويطرح على ظهره وكتفيه شيء، إما شماغه وإما أي شيء معه. نعم. أو حتى ثوبه، لو خلع ثوبه وطرحه على كتفيه ما في بأس. نعم.